الوحدة السابعة والصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الوحدة السابعة. What's on TV؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ What's يعني ما أو ماذا؟ On TV في التلفزيون. طبعا كما وعدتكم كل وحدة بنقول الكلمات والقواعد وأهم الأشياء. فعنوان الوحدة السابعة للصف الثاني الإعدادي What's on TV؟ والآن مع أهم الكلمات. TV listening. TV listening برامج الاستماع في التلفزيون. Documentary. Documentary وثائقي. News. News أخبار. تعامل معاملة المفرد. Information. Information معلومات. برضو تعامل معاملة المفرد. يعني Information is. News is. List. List يعني الأقلية. Competition. Competition منافسة أو مسابقة. At the moment. At the moment يعني في هذه اللحظة. Look after. Look after يعتني بي. Amazing. Amazing مدهش. Nature. Nature يعني الطبيعة. Professor. Professor يعني أستاذ جامعي. Field. حقل أو فدان. Parents. Parents الوالدين. Expect. Expect يتوقع. Tonight ليلا. Channel. Channel يعني قناة تلفزيونية. Around the world حول العالم. A minute. A minute في خلال دقيقة. What kind. What kind ما نوع. Opinion. Opinion يعني رأي. Great. Great يحيي. Episodes. Episodes أحداث. Rainforest. Rainforest غابات ممطرة. Lost. Lost فقد. Really. Really حقا. Boring. Boring ممل. قلنا الصفة المنتهية بـ ing بتعود على غير عاقل. Interesting. Interesting شايق. Accept. Accept موافقة. قلنا opinion يعني رأي. Opinion رأي. بعد كده الآن مع أهم الكلمات والقواعد زي كلمة look. Look معناها انظر. لكن يقول look after يعتني بي. Look up يبحث عن كلمة في معجم أو قاموس. Look for يبحث عن شيء تايه منه. والآن مع look. Look after يعتني بي. لما أقول my parents الوالدين looks after me يعتنوا بي. لما أقول the doctor looks after patients الدكتور بيعتني بالمرضى. Look for. Look for يبحث عن. أقول I lost my pen ضيعت قلمي. I look for it. Look up يبحث عن كلمة في قاموس. I don't mean this word. أنا مش عارف معنى هذه الكلمة. I look up at the dictionary أو in the dictionary ببحث عنها داخل القاموس. In the dictionary. Look at ينظر إلى. I am look at the mirror بنظر المراية. يبقى look after يعتني بي. Look for يبحث عن. Look up يبحث عن كلمة في قاموس أو معجم. Look at ينظر إلى. بعد كده المضارع التام شرحته بالتفصيل في على اليوتيوب وكل أكتر محاضر شرحته. قلت المضارع التام يعبر عن حدث تم في الماضي وله أثر في الوقت الحاضر. بيكون من have و has زائد الباست بارتيسيبل والتصريف التالت للفعل. قلنا الكلمات الدالة ever, never, since, for, already, just, yet. طبعا وفي كلمات دالة كتير بتعبر عن المضارع التام. والنهارده مع أهم الكلمتين كلمة have و has والتصريف التالت للفعل. لو جبنا just و already بيأتي قبلهم has أو have plus past participle. يعني أقول أحمد has just finished. We have already believed. يبقى just بتقع بين has و have والتصريف التالت للفعل و already تقع بين has و have والتصريف التالت للفعل. مثال we are أو we have. We have already had lunch. احنا بالفعل تناولنا الغداء. طب have و has في الاول معناهم هل. بنجاوب عليها ب yes او no. Have و has. Have طبعا مع الجمع. Has مع المفرد. وفي اخر الجملة question mark على استفهام بنجاوب عليهم ب yes و no. قبل كده المحاضرة اللي قبل اللي فاتت شرحت already و just.
النهار والنهارده برضه بشرحهم جاست اوريدي، وشرحت ايفر ونيفر في السؤال بعد ما انتهينا من مضارع التام وشرحه بالكامل على اليوتيوب. النهارده هناخد الفرق بين كلمه ساوند وفويس. ساوند صوت اله زي جيتار، بيانو، اكسبلوشن، انفجار، ده ساوند خارج عن ارادتي، ساوند. لكن فويس صوت انسان، حتى في برنامج الكل بيحبه زي فويس، اصل الايه صوت انسان، الصوت الجميل زي فويس. يبقى ساوند صوت اله، فويس صوت انسان. بعد كده نتكلم على الميكنج ساجيشن، عمل اقتراح زي ميكنج ساجيشن. ليتس معناها هيا بنا، شال وي هل يمكن ان، هاو اباوت وات اباوت ما رايك وماذا عن. طبعا معلوم الفيرب زي اي ان جي، اي ريكوموند ذات انا بوصي كذا، وبعديها سنتنس يو شود. عشان نعمل توصيات او اقتراحات نقول ليتس والفعل في المصدر. لما اقول ليتس بلاي، ليتس ايت، ليتس جو، اقول هاو اباوت وات اباوت ما رايك فيه، وات اباوت بلاينج، وات اباوت سبورت ما رايك في هذه اللعبه، او اي ريكوموند ذات وجمله، او شال وي. في الاقتراح كتير جدا والتوصيات، لكن دول اهمهم. طبعا هنا ممكن اوافق اكسبت اقول اوكي سيرتينلي شور، هرفض نو سوري نو اي ام سوري اي ام سوري اي كانت. بعد ما انتهينا من مضارع التام وانتهينا من ميكنج ساجيشن هنيجي نسال عن الوقت. الوقت وات تايم، وات تايم ما الوقت بتساوي كلمه وين. مثال ما اقول وات تايم ويل ذا كوميدي ستارت، ما الوقت اللي هيبدا فيها الحلقات الكوميديه. اجيب وقت اهو ان هاف ان اور، ان هاف ان اور يعني في خلال نصف ساعه. يبقى وات تايم ما الوقت بتساوي وين متى. طب اسال عن نوع، وات كايند اوف مول، وات كايند اوف بروجرامز دو يو لايك، اي ما نوع البرامج اللي انت بتحبها. وات كايند يا نوع، وات كايند اوف هذا كده بروجرامز البرامج دو يو لايك. طبعا اليو تحول لايه؟ لاي، يبقى اي لايك نيتشر بروجرامز، اي لايك نيتشر بروجرامز. بكده نكون انتهينا من الوحده السابعه، من اهم الكلمات، من زمن المضارع التام، من ميكنج سجيشن، من السؤال عن الوقت، وسالنا عن وات كايند. كده انتهينا الحمد لله من الوحده السابعه، وان شاء الله يكون عجبكم وبإذن الله يتم المشاركة عليه. See you soon with Mr. هشام. Good boy.